كم زار الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة نادي ريال مدريد الإسباني والتقى مع نجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جارث بيل والبرازيلي مارسيلو والتقط معهم صورا تذكارية وقدموا له قميصا وكرة عليهما تواقيع أفراد الفريق الملكي. الدوابشة هو الناجي الوحيد من إحراق منزل عائلته في شمال الضفة الغربية يوليو الماضي على يد مستوطنين متطرفين.